يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني. النهارده بقى هنضحي وهنعمل فرخه. الدنيا بقى غاليه والفراخ غاليه، بس احنا هنضحي النهارده وهنعملها النهارده، بس هنعملها بطريقه سهله وبطريقه كده مختلفه. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ هنعملها محشيه رز بالكبد والقوانص، وهنحطها في كيس حراري وهتطلع بالشكل الجميل ده. شايفين اللحم بتاعها من جوه؟ بسم الله ما شاء الله. عايزاكم تجربوها، بس قبل ما نبدا لايك كده حلو، واللي ما اشتركش يشترك وشير كتير للفيديو، ويلا بينا بسرعه نشوف احنا عملنا الفرخه الخطيره دي ازاي. اول حاجه كده هنصلي على النبي، اللهم صل وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا بصلايه مبشوره، احط عليها ملح وفلفل، معلقه ملح وشويه كده من الفلفل الاسود، اقلبهم كده ببعض واتبل بيهم الفرخه بتاعتي دي. امسك كده الفرخه ادعكها كده من قدام في قلب الفرخه كده من جوه، واسيبها بقى كده تتبل 10 دقايق لحد ما نعمل بس ايه الخلطه بتاعتها تحت الجلد كده. هسيبها 10 دقايق بقى ونروح نعمل خلطه الرز بتاعتها. انزل كده معلقه سمنه وشويه زيت. معايا هنا كده الكبده والانصه بتاعت الفرخه، بتدي طعم حلو قوي للرز. هنزل كده بالقنص الاول عشان بتاخد بس وقت تستوى، بعد ما تتشوح معايا هنزل بالكبده بقى بتاعتها. هنزل بالكبده بقى كده، واكون محضره هنا بصلايه مقطعاها كده صغير. اول ما تتشوح كده هنزل بالبصل عليه. هنزل بقى كده بالبصله، وانزل بقى كده بالبهارات بتاعتي، وحدتين كده من الحبهان، نص عود قرفه، فلفل اسود، شويه من الشطه، شويه من الكمون، نص الطيب، شويه كده من السبع بهارات، باربيكيا، معلقه كده من بهارات الفراخ. اقلب بقى البهارات بتاعتي كده مع بعض. انزل كده بمعلقه ثوم صغيره خالص، تدي ريحه حلوه برده للرز بتاع الخلطه اللي احنا هنعملها. انزل بقى كده بالرز، معايا كده شويه من الصويا صوص، معلقه كبيره كده من الصويا صوص، اقلب، وبعد كده انزل بالميه بتاعته، نص كميه الميه، انا عايزاه ياخد نص سوا. نزلت كده بنص كميه الميه، انزل بقى كده بالملح، اسيبه بقى على النار لحد ما يشرب الميه بتاعته كده، وبعد كده اطفي عليه واسيبه يبرد خالص، ونشوف هنعمل مع بعض ايه. خلاص كده حبايبي الرز معايا استوى، هبتدي بقى احشي الفرخه بتاعتي. اهم حاجه يكون الرز مش سخن معاكي عشان يدي كده الجلد، افرغ ما بين الجلد واللحم، واحشي برده من تحت الجلد بالشكل ده كده بالراحه عشان بس ايه ما يتقطعش معاكي. ابتدي بقى كده تحت الجلد كده واحشي برده، بس ما تكتريش في الحشو عشان ايه ما يفرقعش مني. شايفين بقى الجمال؟ كتفها كده واحطها بقى في كيس حراري. هجيب بقى كده صينيه معايا، ومعايا هنا كيس حراري حطيت فيه شويه دقيق كده علشان بس الفراخ ما تلزقش فيه. هجيب كده الفرخه وانزلها في قلب الكيس كده، هقفل عليها الكيس وهخرمه ثلاث خرام كده بس اطلع منهم الهواء، وهنزلها في الفرن لمده ساعه، ونرجع ونشوف شكلها بعد ما خلصت. خلاص يا حبايبي انا طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين، هنفتحها كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الجمال. شايفين بقى الجمال؟ ايه رايكم بقى؟ انا عايزاكم تعملوها بالطريقه ديت، وتكتبوا لي كده في التعليقات رايكم ايه. والرز جوه مستوى اهو، لايك حلو كده منكم، واللي ما اشتركش يشترك وشير كتير للفيديو، وبالف هنا وشفا، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد في رعايه الله.